قولي كلمة حق، عمرك جربتيها بالطريقة ديت وبالايس كريم والكراميل اللي عليها؟ كل اللي بوعدك بيه ان فيديو النهاردة مش هبخل عليكي بولا معلومة، وهقولك ازاي تطلع معاكي كريمة وقشطة زي ما انت شايفة معايا كده. تابعوا معايا الفيديو الاخر ويلا مع بعض نبدأ ونقول بسم الله. النهاردة عاشوراء، كل سنة وانتوا طيبين، عشان كده النهاردة هنعمل عاشوراء. العاشوراء بنعملها بالقمح، القمح او البليلة او الغلة زي ما بتسموها، شوفوا انتوا بتسموها ايه، الاسم اللي ترتاحوا له قولوه. طيب القمح بيبقى شكله بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، ممكن تشتريه معلب زي ما انا شاريه كده، او ممكن تشتريه سايب من عند العلاف زي ما انت عايز. اهم حاجه ان انت هتجيبي كوبايه واحده بس وتروحي نقعاها في ميه سخنه جدا مده لا تقل عن نص ساعه، تمام كده. بعد كده بتروحي جايبه حله كبيره فيها ميه بتغلي، لازم هنا الميه تكون بتغلي، ما تعمليش الخطوه اللي هي اجيب الميه واضيف فيها القمح واسيبهم هما الاثنين يغلوا مع بعض، لا انا عايزه الميه الاول تبقى بتغلي علشان تسرع عمليه التسويه. اللي هيسرع معاكي عمليه التسويه برضو هو اضافه السكر في الاول، لانه يعتبر السكر كمان بيسرع عمليه التسويه. يا جماعه هنضيف قد ايه على الكوبايه الحلوه ديت؟ هضيف كوبايه ونص، وعليهم كمان هضيف معلقه كبيره من الفانيليا. في الوقت ده طبعا لما بتاكد ان القمح بتاعنا استوى وبقى 100 100، ببتدي ان انا اضيف الحليب. الكوبايه اللي معانا ديت هتاخد كيلو من الحليب، وعليهم السر اللي انا متاكده ان ما حدش جربه قبل كده، وهو باكو من الايس كريم الفانيليا. ايس كريم الفانيليا هنا هيديكي طعم حلو جدا ومميز. غير كده وكده هتضيفي كمان نص كوبايه ميه، عليها معلقتين كبار هرميين من النشا، وتستمري في التقليب. قبل ما بتقلبي بكون اديتها نص ضربة عشان القمح يتكسر معايا ويبقى كده ايه، عاشورة كده جميلة ولذيذة. في الوقت دوت هتفضلي تقلبي تقلبي وتسيبيها على النار لحد لما الحليب اللي معانا يوصل لمرحلة الغليان، وخدي بالك ان احنا ضفناه بدون ما نغليه. طبعا العاشورة بتحتاج الى حليب كامل الدسم من عند اللبان، مش حليب من السوبر ماركت، عشان تاخدي طعم غني وحلو. غير كده وكده زي ما قلتلك الايس كريم اللي احنا ضفناه بيوديكي في حتة تانية خالص. عايزة اقولك كمان ان الكمية اللي احنا عملناها النهاردة بسم الله ما شاء الله ادتنا يعني في حدود قولوا من 10 ل 12 طبق، على حسب انت بقى الاطباق اللي عندك، كبيرة صغيرة متوسطة. ممكن تعملي بقى مكسرات، ممكن تعملي كراميل، ممكن كمان تعملي المفاجأة اللي انا اتفاجئت من طعمها، كنت اول مرة اجرب بقى الطعم ده، يعني اول مرة بقى اعمل ايس كريم اللي هي بولة الايس كريم مع الكراميل مع المكسرات. ونشوتك بقى نسيت ان الكاميرا مفتوحة وهتك يا اكل بقى، والله الله مش عارفة بقى، انا مش عارفة اوصف لكم الطعم عامل ازاي. حاجة كده قشطة بتدوب مع ايس كريم كده كريمي وحلو مع الكراميل والمكسرات كده بيقرمشوا. يا انتوا لازم لازم تجربوا. قومي يلا، انت مستنيه ايه؟ القمح عندك في التلاجة والحليب عندك وكل حاجه عندك، قومي يلا بسرعه تشطري كده واعمليها وصوريها وابعتي لي الصور بقى وقولي لي النتيجه عامله ازاي. كل سنه وانتوا طيبين. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفه ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف شجعيها بلايك كتير وشير كتير. ما تنسوش تتابعوني على صفحتي الجديده باسم مع مطبخ نشوه، بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.